احنا توفقنا جدا في الفكره نفسها، وان شاء الله في المستقبل هيكون في حاجات افضل كتير ان شاء الله لشركه عبد الصمد القرشي بالنسبه لجمهور الهلال. نور الكابتن، برافو عليك، برافو الله عليك، السلام عليكم. احب اشكر تطبيق الهلال على كل المجهودات اللي يقومون فيها، وهي مجهودات احترافيه وان شاء الله من حسن الى احسن. بالنسبه لشراكه الهلال مع عبد الصمد القرشي، اعتقد انها ان شاء الله انها تبشر بالخير، وزي ما تشوفون يعني المنتجات الهلاليه جميله ورائعه، وعلى يعني على قدر الامل اللي احنا كنا مأملينه في هذه المنتجات، وان شاء الله باذن الله يعني تثبت نجاح ان شاء الله وتستمر ان شاء الله.